حدد مرسوم حكومي جديد المساحة الأرضية التي تخصصها الدولة لفائدة القطار الخط الفائق سرعة لمدينة أكادير. وصدر مرسوم جوج 20319 يقضي بضم قطعة أرضية من ملكية الدولة الخاصة إلى ملكها العمومي تقع بالحي المحمدي بأكادير، قصد بناء محطة القطار الخط الفائق السرعة البراق بين مراكش وأكادير بعمالة أكادير الدوتنان. وأشار المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية إلى أن المساحة الأرضية توضع تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ومساحتها الإجمالية 16 هكتار. وكانت الحكومة قد شرعت في نزع ملكية الأراضي لفائدة خط السكك المرتقب، وذلك بعدما كان الملك محمد السادس دعا إلى ذلك المشروع في خطاب الذكرى 44 لحدث المسيرة الخضراء. الملك محمد السادس وجه الحكومة إلى التفكير بكل جدية في ربط مراكش وأكادير بخط السكك الحديدية في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية ودعم شبكة الطرق بالطرق السيار بين أكادير والداخلة. وأشار الملك إلى أن هذا الخط السككي الجديد سيساهم في فك العزلة عن المناطق وفي النهوض بالتنمية وفي تحريك الاقتصاد، لا سيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع ودعم التصدير والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. كما اعتبر الملك محمد السادس أن هذا الخط سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل ليس فقط في جهة سوس وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة، مشددا على أن جهة سوس ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه من طنجة شمالا ووجدة شرقا إلى أقاليمنا الصحراوية. وأكد الخطاب الملكي أيضا على ضرورة أن يكون المغرب قائما على جهات منسجمة ومتكاملة تستفيد على قدم المساواة من البنية التحتية ومن المشاريع الكبرى التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات. ولم تكشف الحكومة بعد تفاصيل مشروع الخط الفائق السرعة الجديد، كما لم تضع بعد جدولة زمنية للشروع في أشغاله أو كلفته التقديرية، ما إذا كانت ستلجأ إلى دول صديقة للمشاركة بقروض ومنح كما جرى الأمر بالنسبة لقطار البراق الذي يربط طنجة بالدار البيضاء والذي لقي نجاحا كبيرا. وجرى الحديث منذ أشهر عن تنافس بين الصين وفرنسا للحصول على صفقة الخط السككي، لكن مصادر رجحت تولي فرنسا لمشروع القطار مراكش أكادير على غرار خط الدار البيضاء طنجة الذي مولته باريس بنسبة 51%. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.